دابا ما عنديش طوموبيل، واصلا بيرمية الامريكان راه تسرق اسبانيا. خاصني تا نرجع الامريكان عاد ناخده. قالت لك كتباني منوره نسرين ومرتاحه في المغرب. الحمد لله اختي، راح الحمد لله. شوفوا الراحه هاد المغرب ما بحالهاش حق تشيكمون، الله. وصرت تاع على ولادي اختي. شوفي ملي كنشوف ولادي كنقول الحمد لله، كون خليتهم تما كون ضاعوا ليا. غادي المغرب وكيزيان مزيان تبارك الله، وغادي كيزيان فعلا. وكيكبر وكيتطور، ومع دابا المونديال خلاص غيزيد يزيان. غادي عرفتي راه نزيد تبارك الله، ملي كنكون غادي الرباط كندوز على دوك الطريق اللي داروا جديد على سلا وداك الشيء، شوفي دوك المناظر ديال البرج المسطراح، وتبارك الله داك الواد، ومناظر رائعة يا اختي. كنقول الله يا اختي الله. لا صفاء في بريفي، بريفي الا دخلتي يا صفاء القناتي راه غتلقاي كاع الفيديوهات بالتفصيل. المهم كيفاش دخلت وشنو درت ووليداتي كيفاش راه تقيدوا. كتحط الفيديوهات ديال على حسب الدراسة وداك الشيء، راه حاطة الفيديوهات ديالها. وي فاطمة قنيطرة ولات غزالة تبارك الله. انا منين دخلنا كان عطاني راجلي لوبسيون قنيطرة، حيت انا عندنا في الدار في الرباط. قلت له وي انا عند بالي قنيطرة راضية شحال، قلت لي لا مشيت لقنيطرة وخايبة بلا بلا بلا. عرفتي منين شفت قنيطرة تصدمت، والله لا تصدمت. كنت شوفي دابا تبارك الله عرفتي، مع انا ساكنة في السونتخ، وتقولي تقولي كازا. دابا العمارات غادي كيكبروا، عاد قال لك غيصيبوا مارينا غتولي واعره. لا الحمد لله. مورنين ولكن حتى كازا، حتى كازا فيها المصانع. انا يا اختي كازا انا ما مشيش كازا، ما انا كازا اليوم يعني كنقولوا راه كل اي مدينه راه كتلقى فيها التلوث. انا كازاويه وما نسكنش في كازا، واخا دابا كنمشي نشوف دارنا ما نفوتش نهار الا ما نفت يومين ما نفوتهاش. هنا بلاصه، هنا بلاصه في لا جيروند. هاتي عا كتدخلي للدخله يلاه كتفوتي محمديه، تبدا يدخل كازا كيبان لك الجو سبحان الله ملوت. عين دخله ديال عين السبع مع المحمديه ناري على دخلها. كنشوف هذاك ما نسكنش انا في كازا، ديك البلاصه كنقول لهم باز وما نعي ما نربيش فيها ولادي. خايبه خايبه خايبه، قنيطره صغيره وفهمتي وزيان. عرفتي تبارك الله السونتر كيولى كلشي حدايا، كلشي حدايا، كلشي حدايا، كلشي. كنمشي على رجلي حدايا الحمام، الزنقه حدايا كل مره غادي نمشي في عين السبع. لا انا كنمشي عند اختي في عين السبع. انا كنت فاش كنهبط كنجلس عند اختي في عين السبع فاش كنهبط في كوطلا. واو وعين السبع راه كنظن راه ملوته مع قنيطره المصانع. انا ماشي الا سكنت في قنيطره في الاول كانوا كيقولوا لي لا قنيطره ملوته وفيها الواد والريحه. كان مره كتعطيك، ولكن في الصيف، وانا في الصيف ما كنكونش فيها، كتعطيك ديك الريحه ديال الكاوتشو كيتحرق. ودنا نسرى ما يدين دابا محيحين باش يحيدوا، ولكن ماشي دائما دائما دائما. دابا راه غادي تفوتنا هذا فيها شفاره. صفاء شفاره فيما مشيتي. انا هربت من فاس على الشفاره. ناري فاس يا اختي راه نمبر 1. انا هربت من فاس لان جبنت لي فاس ولا فيها الاجرام بزاف، الشفاره انا ما بغيتش نسكن فيها. وانا في الرباط، سكنت بحالي في هذا في الرباط وفي حي الرياض اللي زعما حي نقي وكل شيء اختي، وتكريسيت فيه. دابا على كنقول ما نرجعش للرباط غير تما طبيعه الحال. المغرب غزال خاصو غير فلوس. الله يخليكم. بعد مره ما كان اللي دخل لهنا وبغى يدخل عندي القناه يدخل يدوز لعندي القناه. خايبه اختي البطاله وكل شيء موجود ولكن ما كاينش الفلوس. ورا الناس اللي كتدير تقرا داك، حاولوا تقول هذا تكتبوا سميت هذاك مفردات زوينه. المهم واخا ما كاينش الفلوس وعايشين الناس كتدير عندنا الفلوس هنا وما عايشين. فلوس هنا كاينه ولكن ما بيديناش، كطير كتمشي راه كل شيء. هذا راه بنادم اللي كيدير الفلوس ماشي الفلوس اللي كدير الناس. كون راجل وعري على كتافك ونوض خدم. والله الا راه الواحد اللي سوات الله اللي كيخدم ولي هذا راه كاين. المهم انه كيجيب طريق الخبز. الحياه شو الحياه غاليه، واللي كيزيد خلفه كيموت راه ما كيدي منه حتى حاجه. راه سواء كان عنده ولا ما كانش عنده وزيد تقدر تبيع طريق الخبز ما ياكل وباش يعيش والله يجعل البركه. تمام انا فاطمه صفاء سميتها ويد لاف نسرين. فوزيه تقدري تكتبيها في الكومنت ودير لها بين. هاي فوزيه تكتب لكم سميت القناه ديالي يا اختي. ما كيعطينيش الكومنت، كيعطيني غير شير ريموف جيست
وكنصل تانا كيعطيني غير